يسأل السائل يقول: شخص حلف أيمانا كثيرة ولم يكفر عنها لعدم علمي بعددها لأنه اعتاد على ذلك في حياته اليومية والآن يريد أن يتوب، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، لكن نقول كما قلنا الأصل الإنسان يحفظ اليمين ويحفظ أيمانكم، فإذا كان كفر على أيمان حلف أيمانا كثيرة فيكون الأمر له أبواب، بمعنى الإنسان يحلف على يمين ويعددها فيقول مثلا والله لا أزور بيت فلان ثم يزوره، إذن هنا عليه كفارة، ثم يحلف مرة ثانية ولا الله أزور ويزور إذن عليه كفارتان. المثل الثاني يقول والله لا أزور بيت فلان ولا يزور، ثم يقول والله ما نزاع بيت فلان وأيضا لا يزور، فنقول عليه كفارة واحدة. فالآن هنا السائل يقيس نفسه هو كان على أي حال من هذه الأحوال، إن حلف على اليمين الواحدة ثم حنف ثم حلف مرة أخرى على نفس اليمين ثم حنف إذن عليه عدد كفارات بعدد الحنث الذي فعله، لكن لو حلف على يمين واحدة 10 مرات ولم يكفر بينهما على نفس الشيء فعليه كفارة واحدة، ويتعبد الله عز وجل بغلبة الظن فيركم عليه من الأيمان فيكفر عنها. كيف تكفير الأيمان؟ ما جاء في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الصيام آخر شيء، الإطعام والكسوة والعتق ثم الصيام. نعم.